في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليكم جميعا وأتمنى من الله تكونوا في أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفصل الأخير في مشروع التخرج، وهو الدراسة المالية أو ما يسمى بالميزانية. عندي الميزانية بتتكون من مجموعة جداول ومجموعة حسابات، بتكون عبارة عن الملخص النهائي أو الملخص المالي النهائي للمشروع بتاعك. اول جدول عندي بيكون عبارة عن بيان بتكاليف المشروع، بعمل حاجة اسمها البيان والتكلفة بالجنيه، باخد كل التكاليف اللي موجودة عندي داخل المشروع وكلفتها انا داخل مشروعي، وببدأ ارصدها بحيث ان انا اوصل في النهاية لان المشروع يغطي تكاليفه في النهاية بعد فترة قد ايه. الجدول الاولاني بنرصد فيه جميع التكاليف اللي موجودة عندك من ناحية سعر الارض، ودي متحددة في الفاكتشيت، والمباني والتجهيزات اللي موجودة عندك في فصل التجهيزات، مصروفات ما قبل الافتتاح، ودي هنقف عليها شوية لان ليها طريقة معينة بنحسبها بيها، العمالة والتدريب، ودي احنا فصل سليم كنا عاملينه عن العمالة والتدريب، مصاريف الطاقة، وده بتبقى عبارة عن متوسط، رقم متوسط كده لإجمالي استهلاك الطاقة خلال السنة الأولانية من المشروع، تكاليف التسويق وهو فصل التسويق وإجمالي التكاليف بتاعته، بيبدأ نرصد الرقم بتاعه زي ما هو هنا في الميزانية، الصيانة والتركيب والأدوات المكتبية والتليفونات والفاكس وتشطيب وتنسيق الموقع، ده بنحط له برضو رقم متوسط كده لإجمالي التكلفة بتاعته في خلال أول سنة، بنبدأ نحط له التكلفة بتاعته. بالنسبة لتكاليف الأغذية والمشروبات، عندك فصل سليم كان شغل الأغذية والمشروبات، فأنت بتحط تكاليف الأغذية والمشروبات البند المتعلق بالتكلفة فقط. مرافق البنية الأساسية برضو بتحط لها متوسط تكلفة لإجمالي المشروع اللي موجود عندك. طيب يبقى الجدول ده بيشمل كل التكاليف اللي موجودة عندي داخل المشروع، بيان بكل التكلفة اللي موجودة عندي. بالنسبة لجزئية مصاريف ما قبل الافتتاح، بنبدأ مصروفات ما قبل الافتتاح، انت هتعمل البري اوبننج بتاعك في فترة قد ايه؟ شهر، اتنين، تلاتة، ولا قد ايه؟ فانت بتحدد مصروفات ما قبل الافتتاح بناء على مدة الاستهلاك او مدة او الفترة اللي انت هتستغلها او هتشتغلها قبل ما تعمل الافتتاح الرسمي. مصروفات ما قبل الافتتاح بيدخل فيها ما يسمى بالحفلة. انت لما تيجي تعمل بري اوبننج او افتتاح اكيد هتعمل حفلة، الحفلة ديت هتعزم فيها ناس، هيبقى فيها وجبة غذائية، هيبقى فيها نجوم مثلا هيحيوا الحفلة، فانت لازم تحدد لي في الحفلة بتاعتك عدد الدعوات اللي انت هتقدمها قد ايه للافتتاح، متوسط تكلفة العشاء اللي انت هتقدمه اثناء الحفلة، وتحسب لي الحاجات اللي موجودة متعلقة بالحفلة بتاعتك كلها وترصدها. طيب لما انت هتعمل احنا ما يسمى بما قبل الافتتاح او البري اوبننج، بنعمله ليه؟ بنعمله عشان نبدأ نشوف العمالة اللي موجودة عندي على قدر ان هي هتأدي العمل بصورة جيدة ولا لا، هنعمل لهم تدريب معين ولا لا، هنبدأ نعمل لهم عملية اورينتيشن او توجيه عشان يبدأوا يشوفوا كل ما يتعلق بالفندق من الملحقات الفندق، من غرف والخدمات الترفيهية اللي موجودة عندي، المطاعم وتقسيماتها، اماكن تواجد المطاعم، الخدمة هتتم ازاي، ايه الهدف من المشروع نفسه، الحاجات دي كلها. فانت عندك مصروفات ما قبل الافتتاح متمثلة في حفلة، متمثلة في بند العمالة، فانت بند العمالة بتجيب اجمالي تكاليف العمالة من فصل العمالة، وهتبدأ تحدد الفترة بتاعتك سواء كانت شهر او اتنين او تلاتة. يبقى الحد الادنى لما قبل الافتتاح يا اما يكون شهر او اتنين او تلاتة فقط، وتبدأ تجيب اجمالي تكاليف العمالة تضربها في عدد الشهور اللي انت حددتها وتقسمها على 12 يديك تكلفة العمالة قد ايه. نفس الكلام بالنسبة للتسويق، بتجيب اجمالي تكاليف التسويق من فصل التسويق وتضربه في المدة اللي انت هتحددها من الشهور اللي هي واحد او اتنين او تلات شهور، وتقسمه على 12 يديك مصروفات ما قبل الافتتاح. ببدأ اجمع الحفلة بتاعتي، مصروفات الحفلة بتاعتي زائد مصروفات العمالة اللي عندي زائد مصروفات التسويق اللي موجودة عندي، في اجمعهم على بعض هيديني مصروفات ما قبل الافتتاح،
وابدا ارصدها عندي داخل الجدول اللي هو قدامي ده. طيب الجدول اللي موجود عندي فيه اجمالي تكاليف المشروع. اجمالي تكاليف المشروع بتنقسم الى قسمين، تكاليف استثماريه وتكاليف تشغيل. التكاليف الاستثماريه هي مجموعه راس المال اللي انا بستخدمه في البدايه خالص عشان استثمر او ابدا اجهز المشروع عشان يقف ويبدا يقول ان انا هشتغل ولا لا. التكاليف الاستثماريه متمثله في الاراضي والمباني والتجهيزات ومصروفات ما قبل الافتتاح وعمليه الصيانه والتركيب اللي بيجي يركبوا الاجهزه ويعملوا عمليه التكييفات داخل الغرف والمعدات المتعلقه بالمطابخ، تشطيب وتنسيق الموقع من لاند سكيب اللي هي الحدائق وحمامات السباحه وعمليه الاسوار اللي موجوده حوالين المشروع، ده بتخش في التكاليف الاستثماريه. المرافق والبنيه الاساسيه من ممرات داخل المشروع، من كهرباء، من صرف صحي، من وصلات مياه، كل ما هو متعلق بالبنيه الاساسيه بنبدا نرصدها. بالاضافه الى بيزيد بند عندي اللي هو احتياط راس المال. مفيش حد بيجي يستثمر في مشروع وما يكونش عنده احتياطي، ربما تكون الميزانيه بتاعته محطوطه او ان انت حاطط تكلفه معينه وتبدا تزيد التكلفه دي، فانت بتعمل حساب احتياط راس المال. احتياط راس المال بيوصل الى حوالي 10% من اجمالي راس المال المستثمر، يبقى راس المال العامل او الاحتياطي بيمثل لي حوالي 10% من اجمالي راس المال. طبعا بجمع ده كله مع بعضين يديني اجمالي تكاليف الاستثماريه. طيب البند التاني اللي موجود عندي اللي هي تكاليف التشغيل. تكاليف التشغيل من اول يوم هبدأ فيه شغل بيبدأ يتحسب عليا حاجة بيسمى بتكاليف التشغيل، زي ايه؟ مرتبات العمالة اللي هي العمالة والتدريب، تكاليف التسويق اللي موجودة عندي، التليفونات والفاكس، الادوات المكتبية، مصروفات الطاقة، تكاليف الاغذية والمشروبات بتاع الماتيريال اللي انت بتستخدمها في عملية الاعداد والتجهيز، كل ده تكاليف تشغيل. فبجمع اجمالي التكلفه اللي موجوده عندي يديني اجمالي تكاليف التشغيل. يبقى انا الجدول الرئيسي كله بتاع اجمالي تكاليف المشروع بقسمه الى جزئين، يا اما تكاليف استثماريه وتاني بند اللي هو تكاليف التشغيل. خلصت انا كده حصرت كل التكاليف اللي موجوده عندي داخل المشروع. وطبعا ما ينفعش تخلص الميزانيه او تشتغل في الميزانيه الا لما تكون خلصت كل البنود المتعلقه بالفصول السابقه، من اغذيه ومشروبات، من مبيعات الغرف، من التجهيزات، من العماله، من التسويق، كل الفصول السابقه عشان تبدا ترصد الارقام بتاعتك صحيحه وسليمه. بعد ما بخلص جزئيه التكاليف بخش على جزئيه الايرادات. الايرادات اللي موجوده عندي داخل المشروع او اي مشروع موجود عندي بيدخل ايرادات من كام بند؟ بيدخل ايرادات من حوالي 3 بنود. البند الاولاني وهي الايرادات المتعلقه بالاغذيه والمشروبات، وده بجيبها من فصل الاغذيه والمشروبات وابدا احط اجمالي الايراد اللي موجود عندي من الاغذيه والمشروبات. تاني بند بالنسبه للمشروعات الفنادق والقرى السياحيه والمنتجعات، بند الايرادات المتعلق بمبيعات الغرف، وعندك فصل سليم عن مبيعات الغرف بتبدا ترصد الرقم الاساسي بتاعه. بالنسبة للمطاعم ما عندهاش ايرادات غرف فهتكتفي بالايرادات المتعلقة بمجال الاغذية والمشروبات فقط، انما الفنادق وباقي المشروعات بترصد ايرادات الغرف. عندي بند تالت اساسي وبيختلف على حسب كل مشروع عن التاني، اللي هو الايرادات المتعلقة بالخدمات الترفيهية او ايا كان الخدمات اللي انت بتقدمها بتبدأ ترصد ليها الايرادات بتاعتها قد ايه. طبعا ما كانش عندنا فصل بيتكلم عن الايرادات المتعلقه بالخدمات الترفيهيه، ولكن تحت الجدول ده بتبدا تظهر كل الخدمات الترفيهيه اللي موجوده عندك داخل المشروع باختلاف وتنوعها، وسواء كانت مختلفه في كل مشروع عن التاني بتبدا ترصدها. عندك ايه خدمات ترفيهيه؟ عندك اكوا بارك، منطقه العاب متعلقه بملاهي مائيه وخلافه، بتبدا ترصد برضو الايرادات بتاعتها قد ايه. عندك خدمات علاجية وهتسوق وهتبيع خدمات علاجية بتبدأ ترصد الإيرادات بتاعتها قد إيه. عندك حاجات متعلقة بالألعاب الشاطئية والمائية زي الدايفنج سنتر والحاجات دي كلها بتبدأ ترصد برضو الإيرادات بتاعتها قد إيه، لغاية ما توصل لإجمالي الإيرادات. إجمالي الإيرادات متمثل في إيرادات الأغذية والمشروبات، إيرادات الغرف، دي الحاجات الأساسية والثوابت، ثم بعد ذلك بيزيد عليها الإيرادات المتعلقة بالخدمات الترفيهية. كل ما هو خدمات ترفيهية عندك بتبدأ تعمل ليها حساب أساسي عشان تظهر إجمالي الإيرادات
اللي هيدخلها المشروع قد ايه. طيب يبقى احنا رصدنا كده اجمالي التكاليف قد ايه، رصدنا اجمالي الايرادات قد ايه. هنخش على بند ثالث وبند اساسي ومهم جدا، اللي هو مصادر تمويل راس مال المشروع. انت هتجيب الفلوس دي منين؟ انت هتصرف على المشروع بتاعك وتجهزه وتبنيه منين؟ عندي مصدرين اساسيين من مصادر التمويل، اللي هو يا اما يكون تمويل ذاتي يا اما عن طريق القروض طويله الاجل. طيب احنا بنستخدم البندين دول اساسيين في تمويل راس مال المشروع، اللي هو التمويل الذاتي والقروض طويله الاجل. بس احنا بنقول في الغالبيه لازم أن يكون راس المال المستثمر الذاتي اعلى من القرض اللي انت بتاخده، ولو مناصفه مفيش مشكله، يعني ممكن تقول التمويل الذاتي 50% والقروض 50%، وممكن تقول التمويل الذاتي 60% والقروض 40%، بحد اقصى ان يكون التمويل الذاتي 70% والقرض عندك 30%، فيديك اجمالي تمويل راس المال اللي هو 100%. طب هو فين راس المال؟ راس المال هو عباره عن اجمالي تكاليف التشغيل زائد اجمالي التكاليف الاستثماريه، هو ده راس مال المشروع. يبقى راس المال المشروع اللي انت هتحسبه سواء كان 50% قرض و50% تمويل ذاتي، اللي هو عباره عن اجمالي التكاليف التشغيل زائد اجمالي التكاليف الاستثماريه، بيديني راس مال المشروع. طب انا خدت قرض وكانت نسبه القرض 50% او 40% او ايا يعني كان 30%، مش لما انت بتاخد قرض من البنوك بيبدا يتحسب عليك فايده؟ الفايده دي بنسبه قد ايه؟ الفايده دي هتتسدد على كام سنه، او القرض نفسه هيتسدد على كام سنه؟ كلنا نعرف ان البنوك بتمشي بسيستم معين، اللي هو معدل سداد القرض اللي موجود عندك بيتراوح من 5 سنين و7 سنين لحد اقصى 10 سنوات. الفايده اللي موجوده عندي بتتراوح من 7% الى 11 او 12%. فانت بتحدد سيتم سداد القرض على كام سنه؟ احنا بنقول على متوسط 5 سنوات بفايده كام؟ بفايده حوالي 8%. قيمه القرض قد ايه؟ انت محدد في الجدول اللي فوق هنا قيمه القرض قد ايه؟ قسط القرض السنوي. طيب قيمه القرض باخدها اقسمها على عدد سنوات الفايده بيديني قسط القرض السنوي. يبقى قيمه القرض باخدها من الجدول اللي فوق اللي هو مصادر تمويل راس المال. قسط القرض السنوي بيجي ازاي؟ بقسم قيمه القرض على عدد سنوات سداد القرض يديني قسط القرض، ثم بعد ذلك بنشئ جدول متمثل في السنوات بتاع تسديد القرض اللي هي من السنه الاولى الى السنه الخامسه، وببدا امسك سنه سنه. طيب خلينا انا المشروع بتاعي كان عباره عن تكلفته اجماليها، او انا هاخد قرض قيمته 1,000,000 جنيه، يبقى قيمه القرض كانت في اول سنه كام؟ 1,000,000 جنيه. قيمه القرض ده هتتسدد على 5 سنوات، يبقى 1,000,000 على 5 سنوات يبقى كل سنه ب 200,000 جنيه، هتسدد ب 200,000 جنيه. يبقى انا عندي في اول سنه هكتب 1,000,000، قسط القرض بتاعي ثابت 200,000 جنيه في ال5 سنوات، هيتكتبوا في السنة الأولى وفي السنة التانية والتالتة والرابعة 200,000 جنيه. ده قسط القرض. يبقى أنا عندي أول سنة كان 1,000,000، قسط القرض 200,000، الفايدة 8%. هو أنا بحسب الفايدة على إيه؟ على قسط القرض ولا قيمة القرض؟ أكيد على قيمة القرض. باخد 1,000,000 أضربهم في 8% اللي هي نسبة الفايدة، بيديني نسبة الفايدة عندي في أول سنة. طيب هاجي لتاني سنة كان قيمة القرض 1,000,000، اتسدد منها قسط القرض 200,000، أصبحت السنة التانية كام؟ 800,000 جنيه. أصبحت كام؟ 800، لأن أنا سددت قسط في أول سنة. وأبدأ برضو هنزل ال 200,000 جنيه اللي هم 60 قسط القرض ال 2000. طيب الفايدة هتتغير ولا مش هتتغير في تاني سنة؟ هتتغير. لأن ال 8% كنا بنحسبهم على 1,000,000 في أول سنة، في السنة التانية نحسبهم على 800,000. هناخد ال 800,000 بتاع تاني سنة نضربهم في 8 على 100 اللي هو 8% يديني نسبة الفايدة لتاني سنة. طب بالنسبة لتالت سنة مش هتبقى 800,000، ده أنا سددت في أول سنة 200,000 وفي تاني سنة 200,000، هيبقى باقي لي كام؟ 600,000. ال 600,000 برضه هيتخصم منهم 200,000 اللي هو القسط الثابت اللي موجود عندي. هبدأ آخد ال 600,000 اللي موجودين عندي أضربهم في 8 على 100 يديني نسبة الفايدة. بالنسبة للسنة الرابعة هيبقى باقي 400,000، هسدد منهم 200,000 واحسب الفايدة على ال 400,000 اللي هو 400,000 في 8 على 100 يديني نسبة الفايدة.
السنة الأخيرة اللي هو 200,000، هيبقى باقي 200,000. أوريدي هسدد 200,000 اللي هو قسط الكارد، وأحسب الفايدة على 200,000، هيديني صافي في الآخر اللي هو إجمالي الفايدة قد إيه. ده أنا بطلع في الجدول ده الإجمالي فقط بتاع الفايدة، تمام، عشان أحسب الفايدة. طيب انا عاوز اعرف اجمالي المدفوعات المتعلقه بالكارد. اجمالي المدفوعات المتعلقه بالكارد بتساوي ايه؟ قيمه الكارد اللي هو المليون زائد اجمالي الفايده اللي انا طلعته هنا، تمام. فبالتالي بيسهل لي قيمه الكارد او اجمالي المدفوعات اللي انا دفعتها قد ايه، تمام كده. اجمالي المدفوعات بتساوي قيمه الكارد اللي هو المليون زائد اجمالي الفايده اللي هو انا طلعته او حسبته، بيديني اجمالي المدفوعات. يبقى انا كده من خلال الجزئيه دي قدرت احسب انا همول المشروع بتاعي او راس مال المشروع عن طريق ايه، اللي هو التمويل الذاتي والقروض، وحسبت ازاي الفايده، وحسبت ازاي قسط الكارد اللي موجوده عندي. هنخش على جزئيه برضو اساسيه اللي هي جزئيه الاهلاكات. كلنا نعرف ان كل شيء معرض الى الاهلاك ما عدا الاراضي. الارض الحاجه الوحيده اللي بتفضل ثابته كما هي وما بيحصل لهاش عمليه اهلاك، ولكن عند الاجهزه والمعدات بيحصل لها عمليه اهلاك. مصروفات ما قبل الافتتاح بيحصل لها عمليه اهلاك. المرافق والبنيه الاساسيه اللي موجوده عندي بيحصل لها عمليه استهلاك. طب ازاي اعمل او احسب الاهلاك اللي موجود عندي؟ هبدا اخد حاجه بسيطه تحت هنا، بيقول لك ان الاجهزه والمعدات تستهلك بنسبه 50%، ويتبقى منها كام؟ 50%. مصروفات ما قبل الافتتاح كلها بتستهلك بنسبة 100% أثناء بداية الشغل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتستهلك بنسبة 100% هي مصروفات ما قبل الافتتاح. بالنسبة للمرافق والبنية الأساسية تستهلك بنسبة 60%، تبقى منها 40%. لازم نحدد العمر الافتراضي للمشروع، او انت حاسب عمر المشروع قد ايه. احنا بنقول ان العمر الافتراضي للمشروع بيتراوح من 5 إلى 10 سنوات، ويبدا يحصل عمليه استهلاك للمشروع بعد 5 سنوات لغايه 10 سنوات، ان انا ابدا اعمل عمليه صيانه او عمليه تجديد او عمليه احلال. ببدا اخد الاجهزه والمعدات. قيمه الاجهزه والمعدات قد ايه في الجداول اللي فوق بتاع التكاليف؟ ببدا ارصد القيمه بتاع الاجهزه والمعدات. في حاجة بيسموها القيمة المتبقية والقيمة المستهلكة وسنوات الإهلاك وقسط الإهلاك السنوي. إحنا بنقول الأجهزة والمعدات تستهلك بنسبة 50%. يعني لو كانت قيمة الأجهزة والمعدات 100,000، يبقى القيمة المتبقية منها كام؟ 50,000، والقيمة المستهلكة كام؟ 50,000. هتستهلك على كام سنة؟ إحنا محددين هنا 5 سنوات. يبقى آخد ال 50,000 اللي هم استهلكوا، اقسمهم على 5 سنوات، يبقى قسط الاهلاك السنوي 10,000 جنيه. نفس الكلام مصروفات ما قبل الافتتاح. مصروفات ما قبل الافتتاح هاجي على جدول التكاليف وحسابات اللي موجوده عندي، اشوف قيمه القيمه بتاع مصروفات ما قبل الافتتاح كانت قد ايه، كلفتنا قد ايه. القيمه المتبقيه صفر، لان احنا بنقول مصروفات ما قبل الافتتاح تستهلك بنسبه 100%، يبقى انا مش عندي قيمه متبقيه. بالنسبة للقيمة المستهلكة هتستهلك بإجمالي القيمة بتاع مصروفات ما قبل الافتتاح، هتستهلك كلها. سنوات الإهلاك كام؟ إحنا بنتكلم في 5 سنوات. قسط الإهلاك قد إيه؟ كذا. لا، بالنسبة لمصروفات ما قبل الافتتاح، سنوات الاستهلاك بتاعتها بتستهلك في السنة الأولى من بداية المشروع أو حتى قبل ما يتفتح المشروع بتستهلك كلها. يبقى سنوات الاستهلاك عندي سنة واحدة، هنحسبها على سنة، يبقى إجمالي القيمة المستهلكة كلها على سنة هي هيها قسط الإهلاك السنوي كله مرة واحدة. بالنسبة للمرافق الأساسية ببدأ آخد القيمة بتاعتها برضو من الجدول بتاع التكاليف اللي موجود عندي فوق. بتستهلك بنسبة كام؟ 60%. يعني أنا لو عندي 100,000 قيمة المرافق الأساسية، بتستهلك ب 60%، يبقى القيمة المستهلكة 60,000 جنيه. المتبقى منها كام؟ 40%، اللي هو 40,000 جنيه. يبقى 40,000 جنيه متبقية و60,000 جنيه مستهلكة. سنوات الإهلاك 5 سنوات. ببدأ أحسب القيمة المستهلكة اللي هي 60,000 جنيه، أحسبهم على 5 سنوات، يديني القيمة اللي موجودة عندي أو قسط الإهلاك السنوي. ببدأ أحسب الإجمالي اللي هو إجمالي استهلاك اللي هو إجمالي قسط الإهلاك السنوي بالنسبة للأجهزة والمعدات،
مصروفات ما قبل الافتتاح، المرافق الأساسية، بيديني إجمالي الإهلاك اللي موجود عندي أو المصاريف المتعلقة بعملية الإهلاك. طبعا الجزئية دي ما كانتش موجودة ليها فصل أو شرح في فصول معينة، ولكن احنا بنرصدها في الميزانية عشان تبدأ تظهر. زي برضو الكارد ده ما كانش موجود عندي، ولكن بيحسبوا في حتة الميزانية. يبقى أنا عملت عندي ملخص الدنيا كلها، عملت إجمالي التكاليف بتاع المشروع من تكاليف استثمارية وتكاليف تشغيل، عملت جدول للإيرادات المتعلق بإجمالي الإيرادات المتعلقة بالمشروع ككل. بعد ذلك رصدت هكون رأس المال بتاعي منين من خلال التمويل الذاتي والقروض. بعديها حسبت الإهلاكات اللي موجودة عندي. عندي جدول مهم في الآخر خالص، وده الشوط لازم نشتغل عليه ونركز فيه شوية، اللي هو حاجة بيسموها قوائم الدخل السنوي المتوقع على عمر المشروع. احنا مقترحين ان عمر المشروع 5 سنوات. في حاجة بيسموها السنة الصفرية. السنة الصفرية بتبقى عبارة عن ايه؟ السنة اللي ببدأ انشئ فيها المشروع او ابدأ ادخل رأس مال. ما بدخلش فيها رأس مال، ولكن كلها بتبقى مصروفات، اللي هي السنة اللي احنا فيها حاليا اللي هي 2020. بالنسبة لك انت هتغير في الجدول ده، هيبقى السنة الصفرية عندك سنة صفر، السنة اللي بعديها هتبقى 2021، ثم 2022، 2023، 2024، 2025. فانت مش هتمشي على 2020، هتمشي ان شاء الله ان افتتاح المشروع هيتم في 2021. طب الجدول اللي عندي عبارة عن ايه؟ الجدول اللي عندي عبارة عن جزء متعلق بالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة. ايه التدفقات النقديه الداخله؟ الفلوس اللي داخله لك من المشروع، الايرادات المتعلقه بالمبيعات، اجمالي المبيعات بتاعتك قد ايه وايرادك قد ايه، وده طبعا مرصود ليها جدول فوق اللي هو بتاع الايرادات. ببدا احط اجمالي الايرادات اللي عندي هنا، ده بالنسبه للتدفقات النقديه الداخله، يبقى هنا اجمالي الايرادات. ثم بعد ذلك بحسب التدفقات النقديه الخارجه متمثله في ايه؟ راس المال المستثمر اللي هي التكاليف الاستثماريه، تكاليف التشغيل، الإهلاك، الفوائد. بجمع دول مع بعض يديني إجمالي التدفقات النقدية الخارجة. تمام كده؟ يبقى أنا عندي إجمالي الإيرادات والمبيعات برصد رقمها، ثم بعد ذلك باخد التدفقات النقدية الخارجة متمثلة في التكاليف الاستثمارية، تكاليف التشغيل، جدول الإهلاك اللي إحنا حسبناه فوق، جدول الفوائد اللي إحنا حسبناه على الكارت. بجمعهم مع بعض ال4 حاجات دول بيدوني اجمالي التدفقات النقديه الخارجه. طيب عاوز اجيب صافي التدفقات. صافي التدفقات بيساوي ايه؟ بيساوي التدفقات النقديه الداخله اللي هو الايرادات ناقص اجمالي التدفقات النقديه الخارجه بيديني صافي التدفقات. وشرط اساسي هنا، او هتلاحظ ان هو لازم هيطلع معاك بالسالب، لان في الفتره الاولانيه بالنسبه للمشروع بيكون اجمالي التكاليف اعلى من اجمالي الايرادات، فبالتالي لازم الناتج يطلع معاك بالسالب، لان التدفقات النقديه الخارجه بتكون اعلى من التدفقات النقديه الداخله بالنسبه للمشروع. طيب باقي السنين هنا هنعمل فيها ايه؟ اللي هي 2021 هنعمل ايه؟ احنا بنقول ان نتوقع ان شاء الله ان يبقى في زياده في المبيعات بنسبه بتتراوح من 2 الى 4% مبيعات. يبقى اجمالي الرقم اللي موجود عندك ده هيزيد بنسبه من 2 الى 4%، وانت بتحدد النسبه بتقول هي قد ايه؟ 2% او 3% او 4%، فليكن انت حددتها 2%. فبتبدا تاخد الرقم بتاع الايرادات بتاع اول سنه تضربه في 2 على 100، والناتج اللي يطلع تجمعه على اجمالي الايرادات. ولما تجمعهم على بعض تبدا ترصد الرقم ده هنا في اول سنه اللي هي 2021. كب 2022 هاخد الرقم اللي طلع لي في 2021 اضربه في النسبه المتوقعه في الزياده اللي هي 2% وليكن، والناتج اللي يطلع اجمعه على اجمالي اول سنه اللي هي 2021، واجمعهم على بعض يديني ناتج 2022، وهكذا في 2023 و24 و25. نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام بالظبط زي ما عملنا الايرادات هنعمل التدفقات النقديه الخارجه والحاجات دي كلها. ما هو انت لما تزيد المبيعات بتاعتك وتزيد نسبه الاشغال اكيد هيزيد قصادها التكاليف، لان كل ما يزيد عدد الجست اللي موجود عندك هيزيد عمليه الاكل والشرب بتاعتهم، هيزيد تكاليف العماله بتاعتهم والشغل بتاعهم، هيزيد معاهم عمليه الاستهلاك.
تمام، ما عدا حاجة واحدة بتفضل ثابتة اللي هي الفايدة بتاعتك بتاع كل سنة، ودي بتبقى ثابتة ما بيحصلش فيها ايه، ما بيحصلش فيها زيادة. نفس الكلام بالنسبة للإهلاك، ما بيحصلش فيه زيادة، ده احنا حاسبينه على 5 سنوات فوق ومستهلك، جميل، فبالتالي بنرصده سنويا زي ما هو ثابت معاك زي ما هو، تمام. ايه اللي بيزيد معاك؟ بالنسبة اللي بيزيد معاك اللي هي تكاليف التشغيل، يبقى انا كنت بزود الايرادات 2% على الايراد الثابت. كان التشغيل نفس الكلام، تكاليف التشغيل هتزيد معايا نفس النسبة اللي هي 2%، هاخد الرقم بتاع اول سنة من تكاليف التشغيل اضربه في 2 على 100، والناتج اللي يطلع اجمعه على تكاليف التشغيل وابدا ارسل. يبقى انت عندك حاجات ثابته اساسيه بتزيد اللي هي الايرادات زيادتها مقابلها تكاليف التشغيل بتزيد معاها. الحاجات الثابته اللي ما بتتغيرش ارقامها الاهلاك، لان الاهلاك حاسبينه على 5 سنوات، هتاخد الرقم تثبته في ال5 سنوات اللي موجودين عندك. الفوائد بتاع البنك، الفوائد بتاع البنك بتاخدها زي ما هي بتاع القرض، بترصدها على حسب كل سنه، ودي بتقل وانت ماشي كل سنه. ثم بعد ذلك ببدا، انا خدت اول سنه طرحت التدفقات النقديه الداخله اللي هي الايرادات ناقص اجمالي التدفقات النقديه الخارجه اللي هي المصروفات، اداني صافي التدفقات. هبدا اخد اول سنه برضو الايراد بتاعها قد ايه، واطرحه من اجمالي، من اجمالي المصروفات او اجمالي التدفقات النقديه الخارجه، يديني الرقم الصافي قد ايه. وانت ماشي وبتلاحظ وانت بتحسب هتلقى الرقم ده بيبدا يقل لغايه ما يوصل معاك للموجب ان انت بدات تحقق ربح بعد كام سنه. بس ده انت هتتابع خطوه خطوه، وطول ما هو بيديك سالب مفيش مشكله خالص، وانت بترصد الارقام بتاعتك لغايه ما توصل بالموجب بتاعك، هتشوف هيوصل بالموجب قد ايه. كده بالنسبه للجدول المتعلق بقوائم الدخل السنويه لعمر المشروع المقترح 5 سنوات. هنيجي لاخر جدول موجود عندي في الميزانيه، ما يسمى بالبي باك او فتره الاسترداد. عبارة عن ايه فترة الاسترداد؟ انت هتسترد الفلوس اللي انت صرفتها ورأس المال المستثمر اللي انت صرفته في قد ايه؟ في سنة، في 2، في 5، في 10 سنوات، ولا في قد ايه؟ كان بيتحسب ازاي ده؟ بيتحسب بناء على الجدول السابق اللي هو بتاع التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة اللي هي الايرادات والمصروفات وصافي التدفقات بتاعتها او صافي الربح بتاعها. ببدأ أعمل إيه؟ أعمل جدول عندي برصد فيه السنوات، برصد فيه قيمة رأس المال المستثمر، برصد فيه صافي التدفقات وقيمة رأس المال غير المغطاة عند نهاية السنة. إيه غير المغطاة ده؟ يعني لسه تكلفة وعبء موجود عليا لسه ما غطيتوش وما وصلتش لنقطة التعادل. يعني إيه نقطة التعادل؟ النقطة اللي بيتساوى فيها الإيراد مع التكاليف. ثم بعد ذلك بتبدا تزيد الايرادات وتقل التكلفه، فبيصبح ان المشروع غطى تكاليفه كده ويبدا المشروع يكسب عندي. بعمل ايه؟ بعمل بجيب قيمه راس المال المستثمر في اول سنه اللي هي اجمالي التدفقات النقديه الخارجه لاول سنه ارصدها، واجيب صافي التدفقات النقديه او صافي التدفقات اللي هي داخلالي، يبقى قيمه اجمالي التدفقات، تمام، اجمالي التدفقات الخارجه كلها من مصروفات اللي هي قيمه راس المال اللي احنا كنا عاملين له الجدول الاولاني بتاع تكاليف التشغيل والتكاليف الاستثماريه قد ايه، بشوف صافي التدفقات قد ايه لاول سنه طلعت عندي وابدا احطها، اطرح الاثنين مع بعض هيديني هنا قيمه راس المال غير المغطى. قيمه راس المال الغير مغطى اكيد هتطلع بالسالب في اول سنه وتاني سنه وتالت سنه ممكن، على حسب نوع المشروع اللي موجود عندك وعلى حسب الايرادات بتاعتك. في تاني سنه، السنه التانيه، طيب انا كانت قيمه راس المال المستثمر وليكن كانت 1,000,000، وصافي التدفقات في اول سنه كانت عباره عن 300,000 جنيه، يبقى باقي قد ايه عند راس مال غير مغطى؟ 1,000,000 ناقص ال 300,000 جنيه بيديني 700,000 جنيه لسه ما اتغطوش. في تاني سنه انا باقي 700 اللي هم ما اتغطوش، بحطهم هنا 700 دي، ببدا اشوف ارجع للجدول اللي موجود عندي فوق هنا واشوف تاني سنه كان صافي التدفقات النقديه اللي عندي قد ايه.
لقيت مثلا صافي التدفقات النقدية كان حوالي 450,000 جنيه، يبقى أنا عندي كان هنا 700 باقيين ما نغطوش، ناقص 450,000 بيديني حوالي 250,000 جنيه لسه ما تغطوش. في السنة التالتة باخد ال 250,000 جنيه وبرجع للجدول اللي قبليه، بشوف 2023 المشروع دخل فلوس قد ايه، وليكن دخل فلوس 500,000 جنيه، فانا عندي 250,000 قيمة رأس المال، جميل، ناقص صافي التدفقات النقدية اللي هو بدأ يخش دخل المشروع 500,000 جنيه، فأصبح فائض عندي 250 بالموجب، لو 250,000 جنيه بالموجب، يبقى إذا هنا المشروع غطى تكاليفه اللي ما غطوش، ده غطى وزاد بنسبة 250,000 جنيه، يبقى إذا بنقول إن المشروع غطى تكاليفه في فترة قد إيه؟ 3 سنوات. طب لو لسه ما غطوش ببدأ أحسب السنة الرابعة، السنة الرابعة ما كفتش ببدأ أحسب السنة الخامسة على حسب مشروعك وعلى حسب الإيرادات والتكاليف اللي موجودة عندك، فببدأ أحسب حاجة ما يسمى سيتم استرداد رأس المال المستثمر بعد قد إيه تقريبا؟ بعد سنة، بعد 2، بعد 3، بعد 4، على حسب. يعتبر كده احنا لما بتوصل للجزئية ديت بيبقى العملية واضحة، ومشروعك كده انت نهيته. واتمنى من الله ان احنا اكون وصلت المعلومة عن طريق الفيديو البسيط ديت، ولو في اي استفسار مفيش مشكلة بالنسبة للميزانية في اي وقت واي حاجة متعلقة بالمشروع بشكل عام. ان شاء الله في خلال الايام الجاية برضو كده هحاول ابعت لكم ايميل، ومن خلال الايميل دوت هتبدأوا تبعتوا لنا شغل المشروع بتاعكم، بس لازم يكون المشروع بتاعكم وورد بحيث ان احنا نقدر نقلب نشوف ايه الاخطاء اللي موجودة فيه. وحاجة اساسية برضو مهمة جدا، ان انت لما تيجي تبعت شغلك الوورد سواء كان فصل التجهيزات او التسويق او مبيعات الغرف او الاغذية والمشروبات، ما تبعتش شغل المشروع بدون ان انت ترفق الفكرة بتاع المشروع معاها، لان بناء على الفكرة هنبدأ نراجع المشروع اللي موجود عندك. من غير الفكرة احنا مش هنقدر نراجع اي حاجة. هي فترة ان شاء الله وربنا عدها الخير، واتمنى من الله انها يعني ربنا يستر علينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان ان شاء الله. ولو في اي استفسار في اي وقت مفيش اي مشكلة خالص، واتمنى من الله ليكم التوفيق كده، وان شاء الله تتخرجوا ايه على خير، مع انكم دفعة يعني الحمد لله. يلا شكرا جزيلا طبعا على حسن الاستماع، ومع الف سلامة.